السلام عليكم. اولا تحيه للاخ الفلالي والطاقم التقني اللي معاه. اليوم كنستضيفوا انوار السلاوي. انوار السلاوي اللي جمعيه رياضيه معروفه على الصعيد الوطني، اللي رئيس ديالها صديق ديالنا السيد الضاوي، اللي كنبلغ له السلام من هذا وتحيه من هذا المنبر من بنيه خلف. ارتبطنا بهم علاقه ديال صداقه اللي اكثر من 10 سنوات. جمعيه اللي هي خدامه هي في واحد الجهه اللي هي مثلا فيها الهشاشه وفيها خص لو مونك ديال الاطفال اللي عندهم. كاين الاطفال اللي كيعانيو من الهشاشه، كاين كيقوموا بواحد العمل اللي هو جمعاوي اكثر ما هو رياضي، وعندهم بليس في الاطار الرياضي راه عندهم فريق ديال الكبار، وعندهم الفتيان، وعندهم كيلعبوا في العصبه، يعني فريق اللي هو عنده واحد التسميه كبيره وعنده واحد التاريخ كبير، اللي تشرفنا اليوم بالحضور ديالهم معنا. وكما كتشوفوا هاد اللقاءات اللي نظمنا لهم، اللي كنا مهيئين لها منذ الصباح، هيئنا الملعب. للاسف الملعب معشوش ما يقدرش يستضيف كاع الفريق اللي جاو. وجدنا لهم ملعبين بالخارج وتم الرشد ديالهم، وكركزوا الحله ديالهم كانوا مزيانين، اللي مازال لاعبين فيهم الاطفال. كانوا فئات ديال العمريه من 2015 حتى 2010. الحمد لله الامور دايزه في امور مزيان، بواحد الجو رياضي داز بامور اخوي ما بين الجمعيتين. من هذا المنبر كنحيي الاخوان اللي كيشرفوا على هذه الجمعيه ديال انوار سلا، وعلى راسهم الاخ الضاوي صديق ديالنا والاخ ديالنا، واللي كنقول لهم من هذا المنبر بني خلف راه مفتوح عليكم في اي وقت، الباب ديالهم راه مفتوح وراه الدار داركم. وتحيه للجميع وشكرا لكم. معكم منير الخير، مؤطر بجمعيه انوار السلاويه. جينا اليوم في واحد الاحتفال رياضي لجماعه بني خلف باش من اجل نشاط رياضي منظم هنايا من طرف مدرسه بني خلف لكره القدم، في اطار الانشطه الرياضيه اللي كنهدفوا منها اننا خلق تواصل ما بين الاطفال، انهم يكتشفوا المجال ديال الرياضه ويهتموا به اكثر، من اجل مساهمه في خلق ناشئ رياضي اللي غادي يعاون المنتخب ديالنا ان شاء الله في المستقبل. وشكرا ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.